الحكومة يعني قدمت بعض القرارات، وافقت على حاجات. منها النهاردة وافقت الحكومة على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية صافي التابعين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيدا للطرح بالبورصة. وده كان موجود خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العالمين. الحقيقة عشان هذا الموضوع خلينا نعرف التفاصيل والاستفادة منه الخبير الاقتصادي دكتور علي الإدريسي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة مشاهدي الكرام. انا دايما بحب اتواصل معاكي، دايما في حاجات جديدة وحاجات فيها خير. كلمنا عن هذا الخبر تحديدا. كبير ليا وجودي مع حضرتك. اكيد استفاده، ما هي الاستفاده من هذا الخبر؟ يعني الطرح في البورصه، كلمني عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول طبعا خبر مهم جدا، وخبر او قرار خلينا نقول ان هو تاجل برضه عده مرات، لان احنا يمكن من بدايه تداعيات جائحه كورونا في عام 2020 احنا كان هناك حديث عن عمليات الطرح لمجموعه من الشركات التابعة للقوات المسلحة، لكن كان بيتم التأجيل لاختيار التوقيت المناسب لعمليات الطرح دي. تمام. طيب ايه اللي احنا هنستفيده من الطرح دوت؟ الاستفادة نوعاً مزدوجة، بمعنى ان البورصة او سوق الأوراق المالية محتاج بشكل كبير جدا محفزات قوية، لان الطروحات الحكومية او الطروحات السيادية انجاز التعبير بيكون فيها نوع من انواع الثقة كبيرة جدا لكافة المتعاملين والمستثمرين، وبالتالي ده هيكون نوع من انواع التنشيط لسوق الاوراق المالية، وبالاخص في توقيت صعب جدا بتمر بيه البورصة المصرية ومحتاجة لمحفزات قوية تكون موجودة. طبعا. وعلى الجانب الاخر ازاي ان هي هتكون اداة مهمة جدا لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس مال هذه الشركات، واللي هتساعدها ان هي تنمو بشكل اكبر خلال الفترة اللي جاية. وكمان المهم في الموضوع ان دي كمان بداية، يعني عاوز اقول ان مش بس الشركتين دولت، لا، لكن هناك كمان مزيد من الشركات كمان على الطريق ان يتم طرحها بشكل تدريجي، وده هيبقى اكيد في عوائد مهمة جدا لجميع الاطراف. وفي نفس الوقت الدولة بس يمكن اللي أجل القرارات ديت، لأن احنا شفنا الفترة الماضية يمكن الأداء الخاص بالبورصات العالم كله، ويمكن طبعا بالنسبة كانت كلها يعني فيها كانت كلها جداً. فيها صعود وهبوط يعني. طيب خليني أكد الكلام على حضرتك دكتور علي الإدريسي. إذا احنا بنقول شركة زي وطنية، شركة كبيرة للبترول، شركة صافي، شركة كبيرة أيضا، فدخول شركتين كبار في البورصة في هذا التوقيت تحديدا هيساعد البورصة كثيرا. هل تأمل بأنه يعني دخول شركات أكبر أو عدد أكبر ممكن يعمل توازن شوية إلى حد ما لفترة لحد ما نعدي من هذه الأزمة؟ هيقدر إن هو يشجع بشكل كبير يعني زيادة في حجم التعاملات وحجم الاستثمارات اللي تكون موجودة، وهيدي ثقة كبيرة كمان للمستثمرين سواء بقى كانوا محليين أو أجانب. طبعا. وده على فكرة يمكن نقطة مهمة جدا، لأن الفترة اللي احنا فيها اللي بتتمتع للأسف الشديد بضبابية وعدم يقين مخليه يمكن في نوع من أنواع التراجع بعض الشيء في الاستثمار في البورصة، وكمان يمكن حتى المحفزات اللي قدمتها الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية يمكن لم تأتي بجدواها بالشكل المأمول، فكنا محتاجين فعلا ان يبقى في حوافز قويه طبعا طبعا على راسها الشركات دي، لان كمان طبعا الشركات كمان عندها سمعه، عندها سمعه جيده جدا الشركات عندها دي، وعندها معدلات ربحيه مرتفعه. صحيح. فبالتالي بتجذب ثقه المتعاملين فيها. ده اكيد. الخبير الاقتصادي دكتور علي الادريسي بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. اذا بنؤكد على دخول شركتين كبار زي وطنيه والصافي في البورصه، اعتقد ده هيساعد بشكل كبير.